واش خبارك ان العلماء باغين يرسلوا الحيوانات المنويه للقمر؟ اي يا سيدي، كما سمعتي باغين يرسلوا 6,700,000 عينه من البذور والحيوانات المنويه والبويضات والحمض النووي الى القمر. اولا شكون هما هاد العلماء اللي دارت لهم هاد الفكره المجنونه في راسهم؟ ثانيا علاش باغين يرسلوا هاد الحيوانات المنويه للقمر؟ ثالثا ها هما رسلوها للقمر، فين غادي يديروها؟ رابعا كيفاش غادي يصيفطوا هاد 6,700,000 عينه للقمر؟ العلماء اللي طرحوا هاد الفكره هما علماء من جامعه اريزونا الامريكيه، وطرحوها في مؤتمر الفضاء لمعهد مهندسي الكهرباء والالكترونات. ومن طرحوا الفكره تاعهم جاوبهم علماء، قالوا لهم وعلاش باغيين تصيفطوا هاد الكم الكبير من الحيوانات المنويه للقمر؟ جوب جيغان تانغا اللي هو واحد من المهندسين وواحد من المشرفين على هاد الخطه الخطيره والمجنونه، وقال لهم ان الارض بيئه متقلبه ومهدده، يعني في اي وقت توقع فيها شي كارثه بحال البراكين ولا قنبله نوويه او شي كويكب يصطدم بالارض او شي فيروس اللي يقدر ينهي الحياه فوق الارض. هادشي علاش خاصنا نصيفطوا النباتات والحيوانات المنويه للقمر باش نحافظوا على الحياه مستقبلا. وسموا هاد الخطه هذه بخطه سفينه نوح الجديده. وقال لهم ان هاد العينات اللي غادي نصيفطوها للقمر غادي نخبيوها في حفر وانفاق قمريه في عمق 80 و100 متر. وزاد قال لهم انه غادي يخزنوا هاد الملايين من العينات المختلف الكائنات الحيه في هاد الحفر القمريه اللي كتوصل درجه الحراره ديالها ما بين 144 حتى 160 درجه مئوية تحت الصفر. ومن يسولوا على كيفاش غادي تصيفط 6,700,000 من العينات والبذور والحيوانات المنوية للقمر، قال لهم غادي نحتاجوا 250 صاروخ فاش غادي نهزوا هادشي كامل. وختم كلامه بأن الأرض غادة الهاوية بسبب عوامل كثيرة، سواء العامل البشري أو عامل المناخ. وسيتم تنفيذ هذه الخطة أو سفينة نوح الجديدة بشراكة مع شركة كاريو بانك، وهي أكبر بنك للمني في العالم. وحسب الشركة فإن المتبرعين بالحيوانات المنوية الخاصة بهم كيحصلوا على تعويض مادي كيتراوح ما بين 30 و 130 دولار، وعلى حسب كل شخص واش كتوفر فيه المعايير المطلوبة. بحال السن المطلوب خاصو يكون ما بين 19 و 39 عام، مستواه الثقافي والفكري زائد الجانب البدني والصحي وزيد وزيد. وانتوما شنو بان لكم في هذا الموضوع؟ خلونا أراءكم في التعليقات. السلام عليكم.